أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأحد الموافق 7 مايو 7 أيار 2023. توقعات العشرية الأولى، حاليا هتبقى قادر علشان تندمج بكل سهولة ضمن الفريق من غير أي نزاع. هتسود أجواء فيها تناغم، فيها توافق مع كل الأشخاص اللي حواليك. بإمكانك تستفيد من التأثرات الإيجابية دي في نشاطات ترفيهية أكتر، في شغل عشان تدفع بيه أمور كتيرة تبقى فيها أنت فرد منتج. في الفترة دي طريقك هيبتدي يزداد صعوبة أكتر من اللي أنت تصورته لما بدأ الموضوع. هيبقى فيه شخص بيحاول يسنيك عن خطتك أو حتى أنه يحبطك. ما تيأس وتبص للموضوع كأنه مجرد عقبة هتبقى بتختبر بيها إرادتك وتدافع بيها عن خطتك. هتتقدم أكتر لكل أهدافك وتحاول تتكيف مع كل أفكارك عشان تتماشى مع كل الظروف الحالية اللي بتبقى عندك. أي من الخيارين هيبتدي يظهر ليك لو كان هدفك واقعي وبيستحق عناء الوصول ليه ولا لا. مش هتعرف تتغلب على العقبات اللي بتشوفها في الوقت اللي انت فيه حتى لو حاولت تحلها بالطرق القديمة والمعروفة. هتحاول تغير مدخلك وتتواصل لاستراتيجية جديدة، لكن ما تسمحش للأشخاص اللي حواليك بأنهم يغيروا رأيك أو حتى خطتك بشكل كبير. هيكمن الحل دايما بداخلك. في بعض الثقة بالنفس هتعرف تتغلب على كل المشكلات وتعرف تمسك مرة تانية بزمام الأمور. توقعات العشرية التانية، انت النهاردة على وفاء وانسجام كبير جدا مع كل محيطك في الشغل، سواء على مستواك الشخصي او حتى المهني. هتنتفع من كل تناغم علشان تعرف تقوي علاقاتك وتقوي كل الروابط القايمة ما بينك وبين الاشخاص اللي حواليك عشان تتسلح في كل الاوقات العصيبة واللي بتبقى فيها مجموعة الابراج مش مبشرة ليك بشكل كبير. في حاجات هتبقى بتعوقك عشان تتقدم على اتجاه هدفك، فما تيأس وحاول انك تتوقع تلاقي كتير من المواساة من اي شخص. هتحشد قوتك اكتر وهتستمتع في انك تتبع احلامك حتى لو كان لابد من انك تغيرها في بعض الاحيان. في كتير من الحاجات النهاردة بنصحك انك ما تتسرعش فيها وتحاول تحافظ على طاقتك وتبص للمشكلة دي كأنها مهمة لازم تنجزها، وهتبقى واثق ان مفيش اي حاجة هتوقف في طريقك ان شاء الله. هيبدأ في الوقت الحالي انك بتواجه عدد متزايد جدا من التعقيدات اللي مش متوقع. مش هيقع اللوم على كل الاشخاص اللي حواليك، بس في بعض الاحيان ممكن تبقى انت الغلطان. هتحاول تبقى هادي اكتر وتشوف كل العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة تكتشف بيها مداخل جديدة هتعيد اكتشافها بهدوءك وهتخرج من المرحلة دي اقوى من قبل كده بكتير. بالنسبة لي توقعات العشرية التالتة، هتبقى يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها. هتبقى بتتفاهم بشكل كويس جدا مع كل الاطراف اللي انت بتتقابل معاهم. هتستمتع بالفترة دي اللي فيها انعكاس كبير ليك ولكل الاشخاص اللي حواليك. هيبقوا بيتعاطفوا معاك بشكل واضح. هتندفع من الطاقة اللي عندك عشان تتخلص من كل الضغط اللي انت بتواجهه في اليوم ده وتعرف تسترجع هدوءك مرة تانية. هتوصل لحائط سد في الوقت اللي انت فيه، ويبدو ان مفيش اي حاجة بتحرز فيها تقدم وانك على وشك تستسلم. هتعتبر الاوقات دي اختبار لقوة ارادتك، ويتضح ليك قريبا ازاي تتقدم اكتر في خطتك علشان تعرف تلاقي الطاقة اللازمة تستمر بصرف النظر عن عقباتك. لازم تتخلى عنها فيما عدا كل ده وتبتدي مرة تانية بمنظور مختلف اكتر. بالنسبة ليك النهاردة لازم تبقى مستعد عشان جبال المشكلات والاضطرابات كلها في طريقها انها تتلاشى. لازم بس تبقى حازم اكتر وتحاول تستعيد رأيك في كل الحاجات المهمة عشان ما تعانيش من انتكاسات دايمة. حاول وزن امورك بعناية وفكر في اهدافك اللي انت بجد حابب تحققها واللي ممكن اتغاضى عنها لو عرفت وفوي ما كملتش فيها. هتلاقي الحلول ابتدت تبقى اسهل واوضح.